أخبار اليوم. مش عاوز أقول إنه مؤسس المملكة كان واعيا لما يجهله البعض بأن مصر والمملكة العربية السعودية لابد أن يكون مصير واحد ويد واحدة وقلب واحد. ويمكن لو تابعنا التاريخ كافة ملوك المملكة هنلاقي أن هذا في وجدانهم، لأن غرسوا المؤسس والأب الأكبر للمملكة العربية السعودية. أهلا بيكم وبالصحافة السعودية في أخبار اليوم. مش هتروحوا أي مؤسسة تلاقوا فيها حد بيقول على رئيس مجلس إدارة سابق. فدي قيمة مضافة لدار أخبار اليوم، وإحنا مسمينها دار أخبار اليوم مش مؤسسة أخبار اليوم، على أساس إن إحنا بنعمل روح أسرة، مش بنشتغل بنيجي من بيت لبيت. هي دي الروح اللي إحنا شغالين بيها، بنيجي من بيتنا لبيت تاني، بيت كبير وبيت صغير، إنما في النهاية إحنا بنشتغل في دار أخبار اليوم.